القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. وردنا قبل قليل هذا التقرير من اللاذقية ردا على ما روجته بعض المحطات، حيث يؤكد أهالي إحياء اللاذقية أنهم يد واحدة وقلب واحد ويقفون خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد. نتابع التقرير معا. عرابو الفتنة الذين اندسوا في اللاذقية لم يرقهم عودة الهدوء إلى المدينة، فكان جديدهم سيارات مشبوهة تجول ضمن أحياء المدينة الواحدة لتشيع أن هذا الحي يستعد للاعتداء على حي آخر في محاولة دنيئة لتمزيق الروح الوطنية التي طالما شكلت إحدى أهم ملامح الشعب السوري، وكانت اللغزة الذي استعصى على فهمهم القاصر. مركز سيارة من شي نص ساعة، هالسيارة فيها مجموعة من الشباب، وصلوا خبر للحي هون عنا انه في مجموعة من الحي المجاور لنا بدها تهجم عليكن وتصفيكن وما شابه ذلك. ونحن هون الشباب تعرف كل المندفعين لروح السيد الرئيس ولشخص السيد الرئيس، وكلنا بنبدي للسيد الرئيس. ونحن مع الوحدة الوطنية، ولا يمكن ان يكون هذا الحكي سليم وصحيح، فكله دجل وكذب على الشعب السوري الموجود. كلنا مع السيد الرئيس، كلنا فداء السيد الرئيس. بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار. يا اخوي هي اسمها تفرقة، ومرق واحد من هون عم يبلغ هون وعم يروح يبلغ محل تاني، مشان يعملوا فتن، مشان يعملوا فتن. يا جماعة يا اخوان، والله كلياتنا اخوات، والله كلياتنا اخوات، والله كلياتنا اخوات، ثلاث مرات كلياتنا اخوات، واللي بيناتنا يعني عيش واحد وشعب واحد، شعب واحد. ما تسمحوا لهالخونة الكلاب يدخلوا بيناتنا، خلينا اكبر من هيك واوعى من هيك يا جماعة. نحن جايين من حي السجن، ونحن فدانا روحنا وقلبنا وكلنا لبشار الأسد. والله سوريا بشار وبس، والله سوريا بشار وبس. الله يتمنى سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد ويرحم عيون بيوم. يا سيد بيتك دار بشار، لاقي لضيوفك لاقي، ويا العسل محمد البطباقي، والحمد للمولى الكريم بايعناك وبايعناك، وإن شاء الله حطول العمر بتضل باقي. ولادنا روحنا دمنا لك يا دكتور، الله يمدي عمرك. دافعت عن المقاومة، دافعت عن العراق، دافعت عن فلسطين. الرد كان سريعا وعفويا، وكانت الصورة التي شكلت أبلغ رد على نواياهم الخبيثة. الأحياء المجاورة أتت نعم، ولكن لتلتقي مع الأحياء الأخرى لتشكل لوحة واحدة عبرت عن تلاحمها مع سيد الوطن في مواجهة أصحاب المشاريع المشبوهة. إذن رثما نتلقى أولى اتصالاتكم، ما تابعناه على لسان الأهالي في بعض أحياء اللاذقية، وهو ما عرضته يعني بالخطوط العريضة بعض المحطات عن وقوع اشتباكات بين الأهالي الذين اعتادوا أن يتعايشوا ويعيشوا مع بعض نسيج متلاحم بمحبة بمودة بقصص مشتركة، بحكاية مشتركة، بصباحات وأمسيات مشتركة، نسيج قل نظيره في العالم. هناك من يؤجج يدور كما ذكر الناس هنا، وهم من تحدثوا يدورون بسيارات محددة ويصرخون لأهالي حي معين بأن أهالي الحي الآخر قادمون إليكم ليصفونكم كما يقولون بهذه العبارات. ودائما النتيجة
المرادة منهم هو أن يشتبك أهالي هذه الأحياء. ربما بعضهم من نجح في هذا التأجيج، لكن المواطنون السوريون هم حريصون دائما على التحقق وعلى معرفة أن هؤلاء الذين اعتادوا لسنين طويلة وسمعوا من آبائهم وأجدادهم أن أيضا آبائهم وأجدادهم عاشوا معهم بكل محبة، لن يأتوا فجأة اليوم وكما يراد ليشتبكوا معهم. معي أيضا من اللاذقية السيد أحمد منون، عضو مجلس مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أهلا 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 ست. أستاذ أحمد، تابعنا قبل قليل، نعم تابعنا قبل قليل هذه المادة التي تحدث من خلالها بعض المواطنين في مدينة اللاذقية عما يجري وعن جماعات تحاول تأجج الاشتباكات بين الأهالي، ماذا تخبرنا عن حقيقة ذلك؟ والله الحقيقة يعني هناك أمر مؤسف أن هناك بعض المجموعات من الشباب المراهقين للأسف حاولوا أن يعيشوا فسادا وفوضى في بعض الشوارع. والحقيقة أنه نحن في محافظة اللاذقية لسنا متعودون أو لسنا متعودين على هذه المسائل. الحقيقة كافة الناس كافة المواطنين مستغربين هذا العمل أو هذه الأعمال التي يقوم بها بعض الرعاع من مناطق يعني من مناطق يعني أهالي اللاذقية لا يعرفونهم. صدقا رأيت تجولت بوجوههم لم أرى أحدا أعرفه، إلا أنهم لهم سمة واحدة هي سمة الرعاع والفوضى والزعرنة. للأسف الشديد نحن في محافظة اللاذقية نعيش حالة من الوحدة الوطنية أو بالأحرى سوريا كلها نعيش، يعني ما يميز سوريا العلامة الفارقة في سوريا هي وحدتها الوطنية، هذا النسيج الاجتماعي الرائع جدا الذي يلتف دائما حول قيادة الأسد القائد الخالد ومن بعده واستمراره الرئيس المفدى بشار الأسد. يعني نحن هنا في اللاذقية لا نعرف هذه المسائل ونحن نستغرب هذه المواقف الفوضوية التي لا تصدر عن هؤلاء، كما أن معظم الناس يستغربون ويستهجنون هذه المسائل. سيدتي دمشق أو سوريا دائما هي عاصية على الاحتواء وهي على امتداد التاريخ أكثر العواصم اختلافا مع العالم. نعم أستاذ أحمد، يعني هذا ما هذا أستاذ أحمد بس اعذرني لأني أنا بدي استفهم منك عن بعض أمور لو سمحت. يعني هذا ما يعبر عنه الجميع من كل مناطق سوريا ما تعيشه سوريا، لكن حضرتك عضو مجلس مدينة في اللاذقية، هذه الاشتباكات يعني هل اعتدتم سابقا أن يكون هناك مثلا نوع من هذه الاشتباكات أو لا سمح الله الضغينة بين هؤلاء الناس أو شيء مبين تجاه بعضهم، يعني حتى لو من سنوات يعني ذهبية من الوفاق والمحبة بين المواطنين على اختلاف مشاربهم. نعم نحن في اللاذقية نعيش والذين ينادون الذين ينادون بهذه الاشتباكات بماذا يبررون؟ يعني هل ينادون بشيء يطلبون شيء أم يدعون فقط للاشتباك أم يؤججون بأن فلان قادم إليكم لقتلكم؟ لا انهم ينادون بي يعني بي بي يعني شعارات شعارات نحن ندعم هذه الشعارات. انهم يقولون سوريا الله سوريا وحريه، نحن الحريه، نحن اللي صنعنا الحريه. نعم طيب هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. حريه المواطن. انا طفل من دمشق يود الحديث الينا. جميل قزله هل ما زال معنا؟ كان بالانتظار. معكم مدام. تفضل. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا فيك. الو. يا اهلا وسهلا، انا سامعتك. انا جميل قزله من دمشق. يا اهلا وسهلا فيك يا جميل. انا حابب احكي باسمي واسم اطفال سوريا كلهم. نعم. انه نحن هلا عم نعيش افضل ظروف واحسن ظروف، لانه نحن شو ما بدنا مأمن، نحن شو كل شيء مأملنا لأنه قائدنا أسد وشعبنا والشعب السوري إشباله لهالأسد. أنا حابب أوجه كلمة لكل شخص بيفكر أو بيحاول إنه يهز استقرار سوريا،
خسرتم أيها الانتهازيون، خسرتم لأن سوريا عطية عن المؤامرات وعطية عن الفتن. أنا حابب كمان أحكي كلمة لكل القنوات اللي عم تبثها السم، عم تصور الصورة السيئة لسوريا. ليش ما عم يصوروا الاحتفالات ويصوروا الاحتفالات الشعبية اللي بتأيد الرئيس وبتستخر بالرئيس؟ أنا مبارحة قسما بالله شفت أطفال عمره 5 سنين شافوا هيك مسيرات لزيارة الرئيس، صاروا عفية يقولوا سوريا الله حاميها وش الله وسوريا بشار وبس. حابب أقول لهم كلمة إنه أنتوا دمى وراها سياسة استعمارية غربية. ما بكرة أنتوا هالدمى بس ينتهي مشروع الشرق الأوسط الجديد بطريقة غير مباشرة، أنتوا عم تنفذوه. لكن ما راح يثبت معكم، لأن سوريا أيها الأغبياء، سوريا. شكرا لك للطفل جميل قزلة، أراد أن يعبر بعبارات معينة وقال إنه يتحدث باسم أطفال سوريا الذين يريدون الاستقرار والسعادة لهذا البلد دائما. معنا الدكتور لؤي سعد وهو رئيس وحدة منظومة الإسعاف في اللاذقية. لؤي سعيد، دكتور لؤي سعيد، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. حضرتك عم تحكي معنا من اللاذقية، وطبعا يعني حدث هناك محاولات إثارة الفتنة في اللاذقية، ويعني تتحدث اليوم المحطات عن ذلك بطرق مختلفة. ماذا تخبرنا عما شاهدته أنت كطبيب؟ تلقيتم حالات معينة، وكيف توصف لنا هذه الحالات ومن هم هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم؟ صراحة بداية أقول أنه ما تبثه المحطات ليس أكثر من فتنة لا أساس لها من الصحة، حيث أن المتظاهرين الذين يطالبون بحقوق ليسوا على مبدأ وليسوا على مطالب حقة، لأن أعمارهم لا تؤهلهم، كلهم أعمار مراهقين ما بين 14 إلى 24 سنة ولا يعرفون ماذا يريدون، كما أن حالتهم توحي بعدم الوعي وعدم الإدراك. لا دكتور، بس هوني لحتى نحكي كلام، يعني عفوا، حتى لو كانوا 24 سنة هم الإنسان بهذا العمر ربما يعرف ماذا يريد، يفترض أنه خريج جامعة. تقول مطالب، يعني أي إنسان تكون له مطالب محقة، لكن ما يجري من تدمير، من تخريب، من حتى قتل جماعات مسلحة تقف على المباني، يعني هذا شيء مختلف عن مطالب. يعني ما يجري هذا الأمران لا يلتقيان مع بعضهما. احكي لي عن موضوع الاعتداء وغير ذلك وما تلقيتم، يعني شو الحالات اللي شفتها حضرتك؟ نعم، بداية كانت بالأمس هناك حالات بسيطة ثم تفاقمت فيما فترة ما بعد الظهر والمساء حتى أصبحت تصلنا حالات طلق ناري. والملفت للانتباه أن عناصر الأمن هم الذين كانوا يأتون بهذه الإصابات، لما يثبت تماما أنهم لا يستخدمون أي قوة أو أي عنف نهائيا، وإنما هم الذين يتعرضون للأذى، كما أن هذه العناصر التخريبية قامت بالاعتداء على المنشآت وتخريبها والعبث بها والأملاك العامة والخاصة والأسواق التجارية، كما أنهم يشيلون في الحارات السكنية ويرجمون المنازل بالحجارة ويدفعون أغراض بين السكان. هل الحالات دكتور التي تصلكم من عناصر الشرطة وأمن كما تفضلت، يعني هؤلاء الذين يعتدون عليهم ومثيروا الشغب والفتنة ومن يعني لديهم السلاح، هل استغلوا الأوامر التي تلقوها هؤلاء بعدم الرد وعدم إطلاق النار وعدم استخدام أي سلاح حتى لو كان معهم؟ نعم، استغلوا هذا الأمر استغلال تام، حيث أنهم يجولون مسلحين بالسكاكين والشنتيانات ويتراكضون ويرمون التجارة ويشعلون الإطارات، مستغلين عدم تدخل القوات الأمنية وعدم رد القوات الأمنية لهم بأي نوع من أنواع العنف أو الحاسد. نعم
دكتور لؤي سعد رئيس وحدة منظومة الإسعاف، كنت معنا من اللاذقية.